معقول ايه الحظ اللي علي؟ لأمتى بدي ضل حاطة الحزم بالجرن؟ مع انه والله كنت مبسوطة قبل بيوم. علاء مريحتني وحابة اكملها. قال حبيب حتى لو ما تزوجنا كان ممكن انه نتزوج بعدين. كل شي هون بذكرني بحبيبي القديم الواطي، ورح تفهموا ليش أنا بناديه بهالطريقة. القصة بلشت وقت كنت عم حضر له مفاجأة لعيد ميلاده بهداك البيت اللي كنا ساكنين سوا فيه. وأنا الهبلة فايتة على بيتي مثل الحرمية، لأنه هو مفكرني إنه هلأ عند أهلي. تحججت إنه ماما مرضانة وبدي ضل عندها. قال شو بدي ساوي له مفاجأة؟ كنت مبسوطة ومتحمسة ومو عرفانة إني رح آكل بالأخير كم مرتب. أنا فعلاً جذبة لأني دفعت كل راتبي لأعمل هاي التحضيرات. شوفوا شو ساويت، جبت زينة وزينت المكان كله، وجبت كيك وأكلات طيبة بس مشان يرضى هالأفندي علي، وشو؟ مشان يكون سعيد. والخجلة الكبيرة إني عزمت رفقاتي كلهم مشان يشهدوا على سعادتنا، بس رح يشهدوا على شي تاني. غصون قرايبتي، ولميس صديقة الطفولة، ولؤي حبيبة لغصون، والباقيين رفقاته لسهيل. ما في لزوم لعرفكن عليهم هلأ لأنه ما عاد رح تشوفوهن مرة تانية. وهلأ أنا عم حاكي سهيل، مو مفكرة حالي ذكية؟ طلبت منه يروح على البيت يشوف لي شغلة، وعم أتأكد إذا رح يجي، وبعد شوي هو رح يفتح الباب. أسيل؟ ايه، مثل مو شايفين هو اللي عمل لي مفاجأة، وأنا بهالطريقة رجعت وحدانية وتعيسة وكل حياتي دموع وحزن. بدل ما يتأسف ويستسمحني تركني الواطي. قال الأفندي مانو متحمس لعلاقتنا وتعب منا، وكان يلمح لي عن الموضوع بس أنا ما فهمت عليه، ولكل ما بتذكر اللي سواه بيطير عقلي. إيه؟ أسيل مو منطقي إنك تضلي على حطة إيدنا 3 شهور وتحكي بنفس السيار نفس السيار، شكلك جنيتي على أكيد. لميس شبك؟ شو أنا غلطانة غصون؟ ما عملت من سهيل هوس إلها؟ لك لو سهيل وبس كنا بلعناها، دخلك هي العلاقة قد إيه رقمها؟ بالله وين غلطي وعوني. حياتي هالحكي قلت لك يا للمرة المليون، الغلط باختياراتك. أكيد. فكري شوي بالشباب يلي كنتي معهم. تتذكري له مؤيد؟ إيه مزبوط، كنتي عم تعملي له مفاجأة كمان. شكرا، يعطيك العافية. شو صبايا نروح على السينما؟ غصون ما فيني روح، عاملة مفاجأة لمؤيد، منه خلصت له مشروعه بترك له إياه، ومنه مرضان بعمل له شوربة. بنتي بدك تضلي جاذبتيها وعم يستغلوكي؟ بقصة لإيدي إذا بيكون مرضان. مؤيد مستحيل يكذب علي. ميسون؟ مين على الباب حبيبتي؟ بسببه لهالدب كنتي رح ترسبي على شوي. لعمو شلون دمرك هالطافة؟ يا روحي اللي دمره هو منصور. كمان شوي حبيبتي. تمام. هاي هي. فوتي هلا على اليسار، ايوه على مهلك. لكي شوف الشرطي عم يأشر لي. بده يعني صف على اليمين. أول مخالفة راح تكون. مرحبا، يعطيك العافية. عنا إخبارية إنه سيارتك مسروقة. لا شو هالحكي، هاي السيارة لحبيبي ليكو. هاي وين رحت؟ هذا هو الحرامي معناته. كنتي رح تفوتي على السجن من تحت راسه. ايه كلهم كوم وسنان كوم تاني. انا رح ادفع الاقساط كل شهر بشكل منتظم، ما تخافي حبيبتي.
لا يا عيب الشوم عليك، تفضلي. شكرا. اهلا وسهلا. انا من دائره الاجراءات، مانك دافع اقساط القرض اللي سحبتيه. بلا شرف، لو دافع قسط واحد ما بتضايق والله. احمدي ربك انك نفدتي بهالقد. ها ايه اوف تمام، لك قلبي انتفخ. بدل ما تواسوني قاعدين عم تزيدوه علي. اذا ضليتي تتعرفي على هيك شباب وتعاشري هيك نمر، انا بضمن لك باخر السنه تكوني بالعصفوريه. حبيبتي انت عمرك بيسمح لك تضيعي وقت على هيك شباب؟ لك ايه صح، بس هالشي مو بايدي غصون. كيف مو بايدك وبتضلي بتختاريهم؟ يعني لو بتشغلي مخك شوي ما كنتي بتدوري على الناس اللي بلا طعمه وبتركدي وراهم. انت مغناطيس بجذب الشخص الغلط حبيبتي. تمام تمام خلص، شو له داعي العلاقات والحب والشباب وهالمياعات هي؟ خلص كسرنا الدف وبطلنا الغنى. الله يعوض، بجيب قطه بربيها بريح مخي. كلب يكون احسن. بلا حكي فاضي، ما حدا عم يقول لك لا تحبي. كل القصه انه تستهدفي الشاب الصح وتبعدي عن الشاب الغلط. القصة مو كيمياء، شغلة بسيطة حبيبتي. المغزى إذا مصممة على إنه يكون عندك علاقة كمان، على الأقل اقطعي وعد على حالك. وعدي حالك ووعدينا بإنك ما تطلعي مع الرجل الخطأ لو شو ما صار. أنا بوعد حالي إنه ما عاد رح أطلع مع الرجل الغلط مرة تانية، والله بوعدكم. إذا ما أنكم مصدقيني جيبوا ورقة لوقع لكم. لنلحق الكذاب. بابلو، ooh.
صباح الخير حبي. صباح الخير شيدا. ما 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 شيما شيما. ما بعرف شو بتحب بالضبط، لهيك حضرت لك أكتر من شي مع بندورة، أومليت، كريب، جبت كاكو وجبنة كمان. ما كان في شي أبداً بالبراد، لهيك وصيت على الباقي من برا. بس ما تقلق، حتسوى أغراض البيت كلها من اليوم ورايح. وبالمناسبة لأنه ما بعرف إذا بتشرب شاي ولا قهوة الصبح، حضرت لك الاثنين سوا. شوفي، لقلك شغلة شيماء، أنا ماني إنسان صباحي، ما بفطر الصبح بالعادة، حتى ما بفيق. يعني الأخذ والعطى الصبح ما بحبه، يعني بالمختصر أنا كتير غليظ ودمي سميك الصبح. يعني أنت شو بيعرفك بهالقصص هاي؟ المهم أنا لازم حضر حالي وأطلع بسرعة. تمام حبيبي، أنا كمان بضضب شوي بهالفترة وبتسلم على الكلب. ايه. ويمكن حضر شغلات للمساء، أو إذا بتحب منتعشى برا. حلقاتك كتير حلوين بالمناسبة، لهيك اوعك تنسيهم. أنا طيارتي اليوم وطالع برات البلد، شو بدي ساوي؟ يعني أنا برأيي إنك تلبسي وتحضري حالك وتروحي على بيتك، بس ارجع بحاكيكي. بخبرك بس ارجع. بس ما أخذت رقم تليفوني. ما أخذته، ما هيك؟ مو مشكلة، أنا بعرف كيف لاقيكي. بشوفك. لك شو حكينا أنا وياك؟ اللي شو حكينا؟ ما اتفقنا أنا وياك هالنمر ما تأخذ وتعطي معه؟ حاج بقى تعمل حركات تطبيق وهالقصص هي؟ هي آخر مرة، عم تفهم علي؟ تعا تعا كلك لقمة معي، تعا رح أسحب لك الكرسي، تعا. الواطي، أخذ عجنينة اللي كنا نقعد فيها. أهلين ماما حبيبتي. بنتي؟ أنت نايمة لسه حبيبتي؟ لا ماما، شو هالحكي؟ نوم شو هاد؟ بنتي شو هالحالة اللي أنت فيها؟ طلعي فين؟ اصحك تقولي إنك عم تفكري بالحلزون هداك لهلأ. ثلاثة شهور بنتي، هدول ثلاثة شهور. أنت بتعرفي الثلاثة شهور قديش طوال على البنات؟ وبالذات بالنسبة لبنت بعمرك. أوه، لما كنت بعمرك كنتي صرتي عندي وبالصف الأول. أمي، تغير الزمن. تغير الزمن. الزمن تحول، بس ما تغيرت فيزيولوجية المرأة حياتي. لك انت امتى رح تتزوجي؟ وامتى رح تجيبي اولاد؟ والله على هالحالة ما رح تصيري ام بحياتك. رح اجي لعندك الاسبوع الجاي ومنروح منحط البويضات تبعك ببنك التجميد، تمام بنتي؟ اوف امي، خلصنا بقى. ليكي انا تأخرت على الشغل، لازم سكر وروح. ماشي بنتي، ماشي. بنتي إذا أنت طالعة لبرا، خدي الشمسية معك على أكيدها. علماء الطقس قالوا إنه رح تمطر باسطنبول. رح أخذ عمي أسامة، بتشكرك. يلا بنتي روحي، الله معك. بشوفك أمي، باي باي. مو معقول ليك هالجمال. شفتي شو صار معك؟ خلصت؟ شو هالدهان الحلو يلي عم تعمله؟ أمي والله ما فهمت عليك، يعني ليش متوترة من هالحفيد الثالث؟ يمكن لأنه ما صار عندي أحفاد أبداً يا ابني الحلو، وكأنه الله مو كاتب لي عيش هاي السعادة يا مراد. شو ابني، كلامي مو مزبوط؟ طولي بالك، هي أختي رح تتزوج وأنا بقلها تستعجل بالولد. مراد، هالحالة بحد ذاتها كابوس حقيقي. أختك الأصغر منك بكم سنة رح تتزوج وأنت ما عرفتني على حبيبة واحدة إلك لليوم؟ بيصير هيك؟ اللي أنت مو ناوي تتزوج وتفتح بيت وتصير أبو وتملي بيتنا أولاد؟ شو؟ لك أمي، هلأ كنا بقصص حفيدك، شو بدك بقصص إلي؟ وقتها السيرة؟ قول الحمد لله مرت عمك حفيدتها الثالثة كمان كانت بنت، لأنه لو كانت صبي صدقني ما كان حدا استرجع حكاها. لو تشوف شلون كان طاير عقلة من الفرحة، قال رح يجي حفيد صبي، هو الوحيد رح يحمل اسم هالعيلة هي. مراد، اسمع مني هالكلمتين هدول. صحتك. عيلتنا، صدقني إذا ما إجاهون حفيد صبي فهالاسم العريق رح يختفي ويزول يا روحي. بس ابني مراد. أكيد ولاده رح يكونوا صبيان، ما هيك؟ ماما، أنا مضغوط ومتلبك كتير والشغل لفوق راسي، تمام؟ وصدقيني مالي فاضي لحكي الحب والزواج، فشو رأيك نحكي بعدين بهالقصص؟ تمام، تمام يا ابني، تمام. يلا الله يقويك يا روح قلبي، أنت بالسلامة. أنا شو بدي أعمل بهالولد؟ سكر الخط؟ إيه، سكر. نحن رح نبدأ رحلتنا الغامضة،
شهيقة من الأنف والزفير من التم. مناخد نفس عميق وهلأ زفير، وبالنفس العميق حسوا بالهواء النظيف اللي عم بيفوت عليه. أنا مهمة وكمان غالية، ممكن كون غلطت بحياتي كتير، بس أنا رح سامح حالي. حياتي حلوة وأنا شخص محظوظ. أنا شخص محظوظ كتير. وين صفينا السيارة؟ صباح الخير حيدر. أهلا وسهلا يا خانم، رياضة موفقة. وينك حيدر؟ حيدر شفت لي سيارتي؟ ما عم بعرف وين صاففها. صباح النور يا بيك، حضرتك طلعت بالزرقاء موديل 73. تاني يوم الصبح مع طلوع الضوء، يعني بعد ما يقارب 22 ساعة، رجعت بتاكسي صفرة. لا تقولها. انت متأكد؟ طبعا ولو يا بيك، حتى كان في صبية طولها 173 ووزنها 52، لابسة النورة جلد، بلوزة مرحرحة شوي، وحلقات على شكل ورق. خلاص خلاص بكفي. أنا بهالفترة شكلي أهملت المغنيزيوم والبي 12 كتير، وبلشت أنسى بالسبب وبلا سبب. دخلك بتعرف لي بـ 22 ساعة شو عملت؟ يعني الله أعلم شو بيكون صار يا بيك. الله يخلينا يا بفضل حضرتك عم نشوف نسوان ما منشوفهم برا. تسلم تسلم. يلا شفط لي كرشك وركو، جيب لي تاكسي لشوف. ايه بأمرك فورا يا بيك. قال ما في ولا تاكسي فاضية بالمكتب، بدك وقف لك تاكسي صفرة من الشارع؟ انت عم فكر اتمشى شوي، صار لي زمان ما مشيت. صب لي كاسة شاي من عندك، حطوا ليها بكاسة كرتون وعبيها من الترموس. شو على غير العادة حيدا؟ كأنه مالك موصي على مناقيش اليوم. دفنتن يا بيك، تأخرت. أكلته؟ إيه والله. برجع بعمل منهن وبجيب لك معي بكرة. الله عليك. ليك ناطرك لا تتأخر ها؟ صح طرقت السيارة وتأخرت على شغلي، بس بلا توتر. الطقس حلو والحياة حلوة والعصافير عم تزقزق. الحمد لله ما حملت شمسيتي وفضحت حالي. يا الله بس أنا وقفتها بالأول. والله أنا ما عندي مشكلة بنوم، بس أنا عندي، ممكن تنزل لو سمحت؟ بما أنه أنت اللي تضايقتي فيكي تتفضلي وتنزلي. بالله شو هالحكي هاد؟ أنا وقفتها بالأول لهيك حضرتك لازم تنزل. حكي لك كلمة أنت الحكا. ماني عارفان شو بدي أقول، طلعتوا اتنيناتكم بنفس الوقت وصعب يلتقى تاكسي فاضي بهالجو، برأيي حلوة بين بعضكم. لوين رايحين هلأ؟ نيشان تشي. أوكي صباح الخير صباح الخير صباح الخير. كنا متوقعين طقس مشمس وحلو، بس قلب الطقس لماطر بلحظة مفاجئة وعلى غفلة، مثل الحب تماما. موضوعنا لليوم هو الحب، برأيكم في شيء اسمه حب؟ من كم يوم قريت شغلة وهلأ رح خبركن ياها. قال الحب هو الهرمونات اللي منحس فيهن عن ظرف معين ومنشعر بالزيادة بأجسامنا. العلاك عطول بسمعه. بالله ونحن منقول ميتين من حبنا على الفاضي؟ اي عمي على الفاضي على الفاضي. يا اخي مبين عليك انك فكيت شفرة الحب. مثلا انا وصلت لهذا العمر ولهلا ما فهمت شلون افرح البنات. ايه مو لا تكون فهمانه على حالها،
لما تعمل اللي بدهم اياه بيكون ما في احسن منها. بيضلوا بيستغلونا نحن الدراويش، تفعل حساب وتفعل فواتير، جيب هدايا وجيب ورد، حمل هاد وجيب هاد، مو معقول. بس برايي انت كمان تجربتك منيحه، يعني ما عم تحكي على الفاضي. بالله جد مين عم يستغل مين يا ترى؟ لك انتو رجال مالكن حيل تحطوا جراباتكن اللي ريحتها طالعه بالسله او ترفعوا غطى التواليت. شو انتو بتشتغلوا ونحن ما بنشتغل يعني؟ لا، وفوق بالبيت طبخ ونفخ وغسيل وتعزيل وجلي، والاحلى اذا في اولاد. شو بدي احكي لكم عن الحمل والولاده كمان؟ انتو اذا انجرح اصبعكم بتخربوا الدنيا. اساسا لولا النسوان ما كانت البشر موجوده. متزوجه؟ لا عانس. على فكره ما تفاجأت ابدا. ما فهمت عليه. خليني احذر، برايي انت انفصلتي عن حبيبك من فتره قريبه لانه ما تزوجك طبعا، حتى احتمال كبير انه يكون خاينك. صح اللي عم اقوله؟ ما وعصبيتك لهالسبب، يعني مالي غلطان؟ ما لهيك نصيحتي لك تجيبي لك شيء قطه لحتى تقضي وقت معه، بتريحي اعصابك وبتهدي حالك. اعصابي مرتاحه بلا نصايحك. لا واضح. انا وصلت اخي، هون نزلني. خليه علينا هالمره. اي لا، من غير شيء بتقولوا بتصرفوا علينا. حمى الجنس العاطي يبعث لك حمى. خلص بقى لازم التفت لشغلي وبس، مسألة وقت وبترفع وبصير كوردينيتر وبصير عندي مكتبي الخاص. يلا أسيل هانت، محرزة عصبي كرمال واحد ما رح تشوفيه مرة تانية. بلا جدبة. مبروك يا روحي. يا الله شكرا لك، والله انك تستاهلي. شو عم يصير عنا؟ شو عم تحتفلوا؟ اهلين اسيل، رفعوني لكوردينيتر وعم بحتفل بهالمناسبة. لحظة، ما سمعت. صار لك 6 شهور عنا وترفعتي، معقولة؟ معناتها أنا ناجحة كتير. شكرا شكرا. شو يعني هالحكي فخري بيك؟ مو من حق المنصب، من حقي. بآخر 3 شهور مستواك تراجع كتير، والأسبوع الماضي خسرتي زبونين. عم أمرق بمرحلة صعبة شوي، وشرحت لك الوضع من قبل ما؟ إيه مزبوط، بس كمان اليوم ضربتي سيارة الشركة، ونحن شغلنا بده انتباه وحذر. فخري بيك، صار لي 7 سنين بشتغل بهالشركة وبعرف كتير منيح هذا الشغل شو بده. جبت لك زباين وزدت لك أرباحك، فتلت شهور ما أنا مدة لتحكم علي. تراجع عن قرارك يلا، وإلا رح أنجبر أترك الشغل عندك. عم نحكي أخي الدبدوب. بتقول لراكان بيك وهو بيكمل تحضيرات للمساء؟ تمام على شغلك. مرحبا يا حلوة. أهلا وسهلا مراد بيك. أهلا فيكي. شو عاملة؟ في شي مغير فيكي بوشك، بشعرك، مكياجك؟ شمالك ظاهر أكتر اليوم. يعني أنا مثل كل يوم، بس يمكن أنت صحيح، المساء عندي جروبين وكل جروب 40 شخص، أخدتهم على الصالة المفتوحة وبيضل عندي 3 طاولات فاضية، شو رأيك؟ مثل ما بتحبي. أوكي، معناتها أنا رح أحضر الطاولات. في شي تاني؟ لا أنا رايح. تفضل. سلام. شباب، ما حلوة وقفتكن هيك، بتحبوا وصيلكن على قهوة؟ شو رأيكن؟ بلاش شغل اليوم، نتسلى سوا. بسرعة بسرعة بسرعة، تيمبو. إذا كبيرن هيك إما تبلها الابتسامة، شو حلوة. محمود بيك؟ نعم مرام خالو. الله ينعم عليك يا حبيبي. يمكن عندك شغل، ما هيك؟ شو كان في عنا المساء؟ يمكن كان في عنا حجوزات. يلا بسرعة على الشغل. مو معقول لازم الواحد يضل فوق راسكن؟ يعطيكم العافية يا شباب. ليكو دوناتيلو، هذا الشيف المبدع، صانع الروائع. أهلي مراد. شو عملنا هون؟ شو هاد؟ ذوق واعطيني رأيك. طيبة طيبة كتير. شو هاي؟ سالمون بصوص الأفوكادو، والتاني أريدس بالكريمة، ورح ضفلها معكرونة. إذا رح تضل تضيف رح ضل أكل. ساعتين وهنا. رأيك؟ طيبة كتير، والله على عيني، فنان. شكرا. بس شو بدي قلك؟ ما بعرف، يعني بدها شوية ملح وبتطلع تمام.
ورشة بهارات كمان. اها منجرب. جرب شو خسران؟ يعني انا برايي البهار بيعطيها طعمه اطيب. بعتقد بكفي. راح ذوقها. حبيت؟ اطيب بكتير. ايه طبعا والله أطيب. انت الفنان مو معقوله. بس لا تفهمني عم اتدخل بشغلك واتفلسف عليك، انا بس كنت عم بعطي رايي مو اكتر من هيك. لا لا الاثنين رح ضيفهم على المنيو. ايوه اما انا هي شلون نسيانه؟ شو الموضوع؟ لا يعني بس هي وحده بتعمل معي مقابله وفوتو سيشن. ايه يعني راحت عن بالي تماما. والحكي بيناتنا صاحبة المجلة بتجنن لهيك يعني ما قدرت خجلها. يعني بتاخد شي 7 من 10؟ ايه ايه 7 برياحة وبيلحقها علامتين زيادة. قلت بنعمل الفوتو سيشن هون، يعني هون غير شكل. حلو كتير، كأني شايف العنوان بعيوني. الإداري الناجح وصاحب الحفلات الليلية بين كفيه مراد أسطوي أجاب عن كل ما يدور حوله من غموض أخير. لا ما رح أحكي كل شي لأنه بنفضح بعدين. أنا رح أغير تيابي وزبط حالي شوي قبل ما تجي. أوكي. سهيل؟ سهيل عم يتصل؟ أنا أصلاً كنت عاطيتك 3 شهور بالكتير لترجع لي، شو صار؟ ما قدرت من غيري ما هيك؟ إي ما فيك. إذا ما بدورك وبفتلك أراضي اسطنبول ما بكون أسيل. يا ربي دخيلك شكراً، بتاخذ من جهة وبتعطيني من جهة تانية، شكراً شكراً. سكر. ما علينا. أحسن إنه ما رديت، يدق راسه بالحيط. ليش اتصل؟ شو بده مني؟ بركي ما رجع اتصل. إيش فيا إذا رجعت اتصلت فيه؟ ألو سهيل. أهلين، شو فاضية أسيل؟ والله لازم شوف بالأول إذا عندي وقت فراغ. وإذا عندي وقت فراغ شو رح يصير يعني سهيل؟ مستحيل إني شوفك. يعني ما تزعل، بس اللي ساويته فيني ما بيخليني شوفك. تمام؟ روقي شوي، ما دقيت لك لحتى شوفك، دقيت لك لأحكي معك بموضوع مهم. إيه تفضل قول. بتعرفي إنه إلي شهور عايش عند رفقاتي، يعني ما لقيت بيت مناسب روح عليه. إيه عجهنم روح. وإذا بتتذكري إنه البيت اللي كنا ساكنينه مع بعض عقده باسمي، يعني البيت قانونياً من حقي. شو؟ بس دقيقة بس دقيقة ما فهمت عليك. عم تلمح لي انه فضي لك البيت مزبوط؟ ايه اذا ممكن ويا ريت باسرع وقت. لك سهيل اسمع شوي، ممكن يكون عقد البيت باسمك بس كل الضمانات وكل المصاريف انا دفعتهم بحب ذكرك. ماشي؟ اسيل انا ما اتصلت لحتى اتناقش معي، بتفضي البيت باسرع وقت. سهيل على فكرة انت ما عندك ذوق ولا حياة بالمرة، لك شلون بتطلب هيك شيء مني؟ عيب الشوم عليك انت. يا أنسي عم تسمعيني؟ شو صار لي؟ أنسي أسيل أول شي خلينا نقول الحمد لله على السلامة، مجرد حادثة صغيرة. ايه مزبوط، واحد حمار طرقني بالسيارة. أسيل خانو مطلعتي فجأة قدامي. أسيل لحقوا يتصلوا فيكو؟ انت منيحة أسيل؟ منيحة أكيد. ايه سلامتك دكتور عمار؟ غصون خانو مرحبا. مرحبا، شو صار معك؟ خبروني واجيت فورا حبيبتي. أنا اللي خبرتكم، أنا الدكتور عمار أوزوتورك المحامية لميس كوبران. تشرفت فيكي بصراحة، رفيقتكم طلعت فجأة قدامي وأنا ما لحقت وقف. لا تقولها دكتور. بس دقيقة بس دقيقة، حضرتك اللي طرقتها بسيارتك يعني؟ الجملة الأصح أنه طرقة خفيفة مو أكتر من هيك، بس ما في لزوم للخوف، عملت لها كل الفحوصات ووضع منيح. إيه الحمد لله. طيب الفحوصات وين نتائجها؟ أكيد فيك تشوفي نتائج الفحوصات، بس كوني دكتور الفحوصات انعملوا بكل عناية والحمد لله ما فيها أي شيء.
نحن واثقين فيك دكتور عمار، ما رح نتأكد، ما في لزوم. وأكيد الشرطة أجت وأخذت أقوالك، ما هيك أسيل؟ لا ما أجوا. ليش لتجي أقوال شو لميس؟ يعني ما في داعي لهيك شي، ما هيك؟ طبعا في داعي، البنت صاير معها حادث والشرطة لازم يكون عندها علم. إذا قلنا طرقة صغيرة بيكون أحسن، ما في داعي للشرطة بنوم. وبرأيي أنا كمان ما في لزوم نكبرها، الدكتور عمار من أطباء المستشفى المحترمين وأصلا إلنا سنين طويلة منعرفه. بعدين أسيل كمان قالت إنها منيحة، ما في لزوم لنغلبه معنا بأقوال، ما هيك لميس؟ أي بلاها، عن جد ما في لزوم أبدا، مو هو اللي طرق فيني أنا طرقت فيه. بس إذا مصممين على الشرطة أنا ما عندي مشكلة أبدا. رح أترككم لوحدكم تحكوا براحتكم. الحمد لله على سلامتك يا خانوم. شكرا. يعطيك العافية دكتور عمار. أسيل لازم تخبري الشرطة، ممكن يصير معك مضاعفات. بلا حكي فاضي لميس، شكلك ما سمعتيها شو قالت، عم تقول هي غلطانة. غصون امتى صرتي محامي دفاع لهالمجنونة؟ انت بتعرفي انه هي بتلوم حالها على كل شيء. هلا خلصينا بقى. بعدين نحن عم نحكي عن الدكتور عمار أوزوتورك، حلاوة المستشفى والزنجيل وعزامي فوقها. اها هلا فهمت عليكم، يعني غصون الغاية تبرر الوسيلة بهيك وضع؟ لا حبيبتي هالحكي مو مسموح. ايه وشو فيها يعني؟ التقوا مثل ما بيصير بالافلام الرومانسية الكوميدية، برأيي رح تطلع قصة حب رائعة من هون. افلام وبس حبيبتي افلام. يبعت لك حمش وبومة، خلصنا. لا ماني بومة، هي واقعية اسمها. لك لميس؟ ايه شو بنا؟ اهتموا فيني العمى. اه طرقتني سيارة. حبيبتي ما طرقتك سيارة، فرصة حياتك طرقت فيكي. لك لسه عم تقول فرصة، رح تجننيني. بلا بلا، فرصة فرصة، لا تروحيها من ايدك. اه موجوعة. تمام تمام تمام، اهدي تمام. شبح حلاوة كتير، تخيلي حالك بشهر العسل معه. هالمشاريب عم يطلبوهن الزباين ولهيك رح نعمل لهم عروض. ايه حاضر. اهلا وسهلا، تفضلي. مرحبا، عندي موعد مع مراد بيك. مين حضرتك؟ تسنيم، انا صحفية من المجلة. طيب مراد بيك، تسنيم خانم وصلت مشان المقابلة، تفضلي بانتظارك. شكراً لك. تفضلي مراد بيك هون. مراد بيك؟ مراد حافلة لو سمحتي، كيفك؟ منيحة شكراً لك. ليلي شو بتحبي نضيفك؟ قهوة سادة لو سمحتي. تمام تفضلي. منبلش بالمقابلة؟ جاهز، إن شاء الله ما تتعبيني بأسئلتك. ممكن تعبك شوي. إيه بسيطة. بالبداية حابة أعرف كيف قررت تدخل بهالمجال. بصراحة بحب حياة الليل وشفت حالي ما بفوت على البيت لحتى يطلع الضوء، فاستغليت الفرصة. فكرة حلوة. جيت على اسطنبول كرمال الجامعة وأنا عم بدرس، اشتغلت بأرمان، بعدين نزلت شريك بالمكان اللي اشتغلت فيه وشوي شوي كبرت، يعني فيك تقولي هيك كانت بدايتي. تفضل. شكرا. قلت لي اشتغلت وانت عم تدرس؟ ايه يعني ما كان بدي يكون حمل على عائلتي، يعني مثلا بابا كان رجل عصامي ومكافح، كان يقول لي اصحك توقفك الحياة دايما سبقة، اذا وقفت بتخسر، ولهيك انا ما بوقف وبخلق فرص حتى وانا عم بضحك والعب بشتغل. طيب وحياتك الخاصة؟ اصحك تقول ما عندي وقت خصصه لحياتي الخاصة، ما بصدق. يعني معقول؟ طبعا في. عندك صديقة؟ ما في حدا محدد. طيب فيك تقلي رأيك عن الزواج؟ يلعن. يعني أبي وأمي زواجهم كان سعيد وأنا كبرت ببيت كله سعادة، وبصراحة بحترم هالموضوع، بس بكير بكير لسه. طيب لكان نرتاح من الأسئلة ومنروح مناخد صور. موافق ليش لا؟ شو رأيك هون منيح؟ ايه اقعد هون بالنص. مراد بيك بتشكرك على وقتك وعلى إجابتك على أسئلتي. أنا اللي بتشكرك. مراد بيك بتحب تشوف الصور؟ بحب شوفك إليك. أنا رح أروح. أوكي
بشوفك. باي باي. ما كان لازم تطلعي من المستشفى هلأ، كنتي خليكي لنطمن عليك. أنا منيحة حبيبتي، قالوا لي ما فيكي شي. ليش مستعجلة؟ شو بدي ضل أعمل؟ شو صار لو استنينا شوي؟ مو غلط إنه نطمن. خلص أنا منيحة. إيه كنا تأكدنا. وفوق هيك كنتي بتودعي الدكتور عمار وبتسلمي عليه لأنه بعد شوي بخلص عمليات. إيه ومنجيب له بوكي ورد ومنتشكره على الحادث. بكفي تخبيص غصون. إيه إيه عن جد غصون، لا تخبصي، هو لازم يتشكرني لأنه ما اشتكيت عليه. بلشت تفهم. شكله ما وصلت الفكرة. الزلمة من أهم أطباء النسائية بالبلد، 32 سنة، أعزب وبرج القوس، أمه رسامة وأبوه كمان جراح دماغ، وحلاوة كتير فوق هيك. يعني إذا طلع بطريقكم زلمة بيورث ولادكم هالمواصفات، إيه معلش يطرقكم بدبابة مو بسيارة. هاد ما بيتحاسب، هاد بتتشكروا. حبيبتي لا تبالغي. إيه عن جد غصون لا تبالغي. أنا ما عجبني، مو ستايلي. نحن على الطريق الصح مو هيك؟ أنت بدل ما تدوري لي على عريس دبري لي شغل وبيت اتقاوى فيه. قلعوني من الشغل، وسهيل الواطي قال بده البيت. حبيبتي ما تاكلي هم، موضوعك عندي. ليكي رح دبر لك أحسن شغل وبأقرب وقت، تمام؟ ولا تشيلي هم البيت يا روحي، فيك تضلي عندي قد ما بدك، تمام؟ وغراضك منحطهم بمخزن البناية تحت، ماشي؟ وبهالفترة بتدوري على بيت براحتك. ها شكراً. وأنا رح روح أعيش ببيت لؤي مثل ما بدي، وهيك بكسب تسريع لأشغالي. فينا نعرف شو هي أشغالك بالضبط؟ بلشت بكتاب جديد في تكتيكات بتاخد العقل، اسمه الطريق إلى الزواج. ما شاء الله عليكي، وعم تقري كتب كمان. وإذا؟ يعني رفقاتك ما عادوا عجبوكي وعم تلجأ إلى الكتب. سوري منك. وليش ما نصحتيني اقرا هالكتاب بقى؟ حبيبتي كيف بدي انصحك بهالكتاب وانتي ما بتحبي هالشغلات بنوب؟ على اساس كان بحبك سهيل واموركم منيحه وكنتوا رح تتزوجوا الا شوي. لميس خلينا نمشي. يلا روحوا لشوفك. شوفكم باي. تمام، بس حاجزه المسا منشان نجتمع سوا، ماشي؟ تمام تمام. يلا الله معكم. لا تردي عليها. ما بيشغلوا مخهم ابدا. اهلا وسهلا. مرحبا. حضرتك عندك حجز مسبق؟ ايه باسم غصون كمان. لحظه خليني اشوف. صح، الطاوله 4 دال، الشاب رح يرافقك. اهلا وسهلا. شكرا من ذوقك، بعدين حاطلب، ناطره رفقاتي لحتى يجوا. طيب يا خانم، بتحبي تاخدي شي درينك قبل العشاء؟ ممكن، شكرا كثير. تكرم عيونك. شو شايفتك طالعة؟ ايه ايه مبكرة. وانا ضالة هون كمان، عندي شغل. تعرفي عم حضر لدعوة مظهر هولدينج، يعني مين بيضل عم يداوم بيوم الجمعة؟ طبعا انا ومديرنا العزيز. مبين كأنه في حدا هون بده ترفيع. مو يلا ما بدي عطلك حبيبتي، بشوفك. أنا بقصد بطالعة، إني طالعة أجيب قهوة. بتحبي أحسب حسابك؟ إيه حلو كتير. معناتها أنا بدي قهوة بس بلا سكر. بشوفك. فكرتيني غبية لأترك لك هيك ترفيعة؟ إيه لميس؟ ألو أسيل حبيبتي، ماني قدراني أجي، مضطرة ضل بعد الدوام. يا الله. تمام تمام حبيبتي، الله يقويك. يلا حبيبتي بشوفك. شكرا لك. صحة وهنا. طلع فيني، شبك بابلو، بشو مشغول؟ شو صار معنا؟ شرف. وصل الكل فل. شو هذا اللي رسمتيه على الورقة؟ طاولات الزباين. ألو حبيبتي، بالشغل يا عمري. ايه والله بالشغل، وين بدي يكون لكان؟ مضغوط مضغوط كتير، مشان هيك ما رح أقدر أطلع اليوم للأسف. لك يا حياتي يا عمري، أنا بعرف أنه عيد ميلادك، طبعا بعرف، بس ما فيني أترك وأطلع، بيضيعوا بلاي.
اسمعيني يا روحي، بوعدك وعد شرف اني اعوض لك اياها وسهرك احلى سهره، تمام؟ وانت بتعرفي بابلو وقت يحكي ما هيك؟ بدي اخذك فتلك نص جناين اسطنبول. الو حبي عمري، انت ما في منك امال مراد، لاني ما رحت شهرين بحالهم رح تضل تقرقر فوق راسي وبتشوف. وبيسالوني ليش ما عندك حبيبه شرفه؟ ها مزبوط، عم تحكي صح انت. يلا روح رح اقعد بدالك. لا طبعا ما بروح، مين رح يدير باله هون هلا؟ معقول هالشي يعني؟ لك عم اقول لك روح بقى حاج تفكر، انا بستلم عنك. اصلا ما رح تكون منيح بهالنفسيه. يلا والله تمام. أسيل وينك؟ ليكني جاهزة، صرت على الباب. تمام يلا يلا ناطرتك. ايه لؤي، انا كنت طالعة انا والصبايا، خير شو الموضوع؟ مرحبا بيبي. في شيء انا ما فهمته لما حكيت معك، لهيك اجيت لحتى اسألك بذات نفسي. أسيل رايبتك رح تنتقل عندك على البيت؟ مو حكيت لك الوضع على التليفون حبيبي؟ سهيل طلب منها تنتقل من البيت وأسيل قال هو من الشغل. ايه فهمت هذا القسم، بس الشيء اللي ما مفهم معي انه انا من بعد هلا ما رح اقدر اجي زورك، مزبوط؟ يعني رح تصير زياراتك شوي صعبة بهالفترة. ولا بقدر نام يعني حبيبي، ما رح ناخد راحتنا. ايه نحن برا كمان مو اخدين راحتنا بالقعدة، شو رح نعمل غصوم؟ حبيبي مو صار الوقت لحتى نبلش نحكي للعالم عن علاقتنا سوا؟ قلنا سنة مع بعض وعم نشتغل بنفس المستشفى، ما في غير الناس المقربين بيعرفوا بعلاقتنا. ايه يا روحي بس بتعرفي الوضع. بعرفه روحي، انا كمان حاسة كأنه عايشين علاقة حب سرية، وبصراحة هالشي بلش يضايقني. عندك حق، للأسف أنا ماني قدران عايشك علاقتك المنشودة. لا حبيبي أنا ما كان قصدي أقول هيك شي أبداً، أنت فهمتني غلط. أنا مبسوطة معك كتير بهالعلاقة، لو فيك بس تحكي لها لبنتك عن علاقتنا. أنا كمان بودي أحكي لها بس مو هلأ، الوضع الصح مهم كتير، بس أكيد في شوية مخططات براسي ورح نفذها. يعني رح تحكي لبنتك عن علاقتنا مو لؤي؟ يعني ايه؟ عم تحكي جد؟ يا روحي قديش فرحت. هلا انت عن جد بدك تروحي وتتعشي مع رفقاتك؟ حتى انت تأخرت لؤي، سرقت لي عقلي مني. اسمعيني بيبي، انت سارقة عقلي على طول، خليكي معي. وطنش البنات؟ لا ما بصير، مو حلوة. طيب اتأخري عليهم هالقد؟ إذا شوي ممكن. شوي هالقد ما بتفرق. شكراً كتير. حبي الأول، تقبلي تتزوجيني؟ أنا أسعد إنسان. يا عيب شو معلك يا حبيبي؟ أسيل وقفي شوي. والله يا رفقت بأرضك يا والله. أسيل وقفي شوي. أنت تعالي لهون. لا بقلك خواتم. لك أسيل تركيا.
أسيرة عيب اللي عم تعمليه. ولك بعدي هيك بقى بعدي عني. ولك يا هذا من حقك يا كاتب. هاتي لشوف. أنا ما فيني إجي حبيبتي، بعدين بحكي لك. إذا تضل دقيقة زيادة رح نتفهم بسناني. عفوا، نطلب الأكل ولا نستنى رفقاتك؟ ما رح يجوا رفقاتي، وسدت نفسي عن الأكل. مفهوم. إذا بتنتقلي حضرتك على البار بلكي منستفيد من الطاولة. هلأ بقوم. مو الحق عليكم، الحق على الحمار اللي إجت. اللي ما قررته بثلاث سنين قررته بثلاث شهور، ما هيك؟ تفي عليك طبعاً وزيادة على راسك. يا الله، عيشه اللي عشته أضعاف مضاعفة، وخد لي حقي منه لهالحقير الواطي. ما بيستحي، تفو عليك أنت وياها. إن شاء الله سيارة تقشك وتقشها. الله يقهرك مثل ما قهرتني. ليك هالشرشحة، لك يلعن أبوك على أبوها. كأنه ليلتك صعبة. لا مو معقول، انت من وين طلعت لي؟ بما انك متوتره كل هالقد معناتها ما سمعتي نصيحتي. ليك انا معصبه ومو طايقه حالي، لا تخليني ورجيك عجايبي. اوه اوكي سوري، خفت رح اروح. ما اذنخك. شت شت بارمان زيدو. قال بده أغلى شامبانيا عنا. أغلى شامبانيا؟ هو هيك قال لك؟ قال لك بده الأغلى؟ لك مين هالشرشوح؟ اللي قاعد على الطاولة، تقدمنا للزواج من شوي. شايفه لهاد؟ النينتين مي على الطاولة من بخله ما كان ينزل، وهلأ عم يقول لك أغلى شيء يبعث لك حمى. بخيل. تعال قال لك خد هي وروح على المطبخ، خلوني حضروا معها شوكولا وفواكه. حط له سنفيران أحسن له. أوه هلأ فهمت وضعك، صعب كأنه. زيدو أنا عم صب لك بسرعة، بس إذا ضليتي هيك بتهوري وهذا مو منيح. ما بيصير لي شي أنا، بعدين هور مو سائلة. المفروض تقليلي، أنا عملت حوادث كتير وما عاد يأثر. سهيل إن شاء الله ألف مبروك، تتهني. شكراً كتير مرام، بتشكرك على كل شي عملتي كرمالنا. محتاجين لشي؟ لازمكن أي شي؟ كل شي تمام التمام. إذا لازمكن شي أنا موجودة بتعرف. شكراً إليك. ألف مبروك كمان مرة، مبروك كتير. يسلموا كلك زو. شايف هالجردون؟ ثلاث سنين، ثلاث سنين ما جاب علسانه سيرة الخطبة. ليك وقع بثلاث شهور، قليل الشرف والله. ثلاث سنين زدتي شلف يمين وشمال لقلك بيت ابوكي مانك مرتاحه كل هالقد، شو هالقرف هاد؟ ايميلي تليفونك لنضيف. العمى يا زلمه، شلون ما عم دورها بمخي ما عم تزبط. ثلاث سنين فايت طالع معي على الفاضي. اجى بثلاث شهور طلب ايده وتقدم له للخطبه، ثلاثه بس لو قدام عيوني هون على الطاوله. برمان طلع فيني ثلاث شهور. قال انا فهمت كل شيء، بس اللي ما فهمته ليش اخترتيني الي، وليش اخترتي هالمكان لتحكي. ها ايه هزي براسك، مو مشكله هزي. مراد انا مضطر امشي وبدي وصل مرام. طيب أنا بضل إذا بدك. لا لا ما في لزوم، أنت امشي يلا. شبك فيك شي؟ لا لا ما فيني شي. يلا تفضل. تصبح على خير حبابي. يلا عم أمي على بيتك يلا. شو رأيك تفيقي وتصحصحي؟ نحن رح نسكر، رح أجيب لك تاكسي، شو رأيك؟ إن شاء الله متذكرة عنوان البيت. تعرف عمو البارما؟ قال لي فضي البيت كمان. قلعني ماني مصدق، أنا أصلا بشكل عام مو مصدق هالليلة من أساسها. وين ساكنة؟ واطي
باسطنبول. والله فصلتي لي العنوان كتير. وأنا استنيت شرح منه أو اعتذار أو يندم شوي على عشرة مثل الحيط. شو بدي أعمل بهالمصيبة؟ يلا قومي يلا 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 قومي. وقفي لو سمحتي. إن شاء الله يموت. إن شاء الله. بهدلنا يا والله. ايه انت نامي هلا بركي ما بشوفك مره تانيه. عم تبكي؟ لا ما عم ابكي. انتي كذابة من الدرجة الأولى، أدائك أقنعني والله. شو صار؟ ايه عم ابكي ونوح. أنا بنت مظلومة. هلا اللي عم أطلبه مستحيل. كل اللي كان بدي إياه منه إنه يحبني بس شوي. وكون مبسوطة. برأيك أنا بشعة مو هيك؟ لا بقرف معناتها. لا عن جد عم تحكي؟ أنت عم تقول هيك بس مشان ما أبكي. لك لا لا يا ربي لا. يعني ما فيني اقول انك ستايلي بس يعني برايي انت طبيعيه وحلوه كتير. يعني انت مثل ما انت على طبيعتك يعني من جوا ومن برا نفس الشيء. وهالشي صعب. هالشي صعب كتير يلتقى بالست بهالاوقات. انت مميزه وما عم جاملك.
صار شي ما؟ هدول ليش ماني لابستهم؟ لقوا تركني من غير ما يستحي كمان الواطي اللي بلا شرف. لك انا شو عملت بحالي؟ يمكن ما عملت شي. شو استغليت اني كنت سكرانه كمان يبلاك العمى؟ انا بورجيك يا واطي، انا بورجيك. أنا بستوب الأول بس لأنه حكالي كم كلمة حلوة. يعني الله لا يعطيك العافية يا أسيل على هالعملة. معقول أنا شو مفجوعة على الحب؟ العمى شو هاد؟ هي هربت؟ شو هالهبلة هي؟ الوحدة بتتشكر وبتحكي لها كام كلمة؟ يعني من باب الذوق. قضيت ليلة حب مع واحد ما بعرفه بالمرة وما بعرف شو عملت. مو معقول أسيل، انتي ما بتتعلمي ولا بتتربي. انت شو عم تعملي؟ شو واقفه على الستيج وعم تغني؟ لك سكري هالمي وخلصينا. لو سمحتي يلا حاج بقى ولدني. لك 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 انت شو عم تعملي؟ استنى. لك بعدي المي عني. لا. يا ربي على هالليله. مفضوحه انت ومكشوفه كمان. تليفونك ليش مطفي كل الليل وانا عم حاول اتصل فيكي؟ وينك انت اسيل؟ بالبيت. البواب قال لي انه من شوي اجيتي. احكي احكي. اوه مرحبا مرام. اهلين وسهلين بابلو. واحد امريكانو بس مو امريكانو عادي، ساوي لي اياه دبل مع تقليل مي وتوصاي على كيفك. ها كولومبي يعني؟ اعطيني اي شيء المهم خلصني. اتفقنا. خليهم اثنين. شو مراد؟ كانه الليله كانت صعبه. لا لا تذكرني، انا ما رح اوقف ورا البار ابدا لحتى يكون عندك علم. صبيه امبارح ساوت لك مشاكل؟ لك قول بلاوي قول مصايب، كلمه مشكله كتير قليله قدام الشيء اللي عملته معي هالبنت. يعني البنت كلها مشكله بلوه، هي بلوة بحد ذاتها. كل هالقد معقول؟ اي اخي كل هالقد، يعني لانه مو متذكرة عنوان بيتها انجبرت اخذها على الاوتيل، ويا ريتني ما اخذتها، عن جد اسرتني كل الليل. يعني على اساس انت مو كل يوم هيك؟ لا عن جد شيل المزح اللي صار معي امبارح اول مرة بيصير بحياتي. شلون بدي اقرب لك اياها عثمان؟ شوفي شباب متعرفي عليهم بحياتها وخاينينها فتحت سيرتهم قدامي، وصارت البنت بدها تفش كل غلة فيني. اي بكفي بقى عن جد، انا ما عاد بدي اسكت على جنانك هاد، انا رايح. يلا انقلع يلا. ليش انتو بشو شاطرين غير بالهريبة؟ بعد التضحيات اللي سويتها مشانك هلأ بدك تروح؟ لك انتي شو عم يصير جوات راسك؟ شو التضحيات هي اللي عملتيهم كرمالي لك عمو؟ بتنسوا طبعا بتنسوا اذا ما لكم غاية مع البنت ما هيك؟ يا الله دخيلك، انا شو عامل اليوم؟ انقلع يلا انقلع من قدامي. ايه رح روح؟ انقلع يلا وانا رح زد حالي. لك شو عم تعملي؟ لك حلا يا مجنونة؟ لك تعي لهون. لك تعي بلا ما تبليني فيكي فوتي بلا جنان. اتركني بدي انتحر. آه؟ بدك تنتحري؟ بدك تنتحري لكان. انت مستوعب شلون كانت ليلتي وشو الجنان اللي صار؟ ولي على الفوت اللي فتها. تعيش وتاكل غيرها. عملت لكم كولومبي.
كنت عامل لحالك كمان. لا ما بدي، انا من الصبح شربت واحد امريكانو. مين المجنونة؟ كل البلاوي اللي مريت فيها بسببك، متخيل شو صار معي امبارح؟ المهم تصالحت مع حبيبتك؟ القهوة طيبة كتير ما هي؟ أعطيني مي. يلا. أوام. لك أسيل، أنا ماني مصدقة، كل هالشي صاير معك وأنتي مو حاسة؟ كله من ورا هالوسخ سهيل، كله منه هو، يعني غصون معقولة ما في مطاعم بالبلد لحتى يجي على الطاولة اللي وراي يطلبها؟ بالزور مسكت حالي حتى ما أهجم عليهم، يعني قولي الحمد لله إنه ما عملت لكم فضيحة وركدتكم على المخافر. مظبوط، شكلك ماسكة حالك، الله يقويكي، لو أنا محلك ما بسكت ابنه. شو بدي أقول أنا لكن غصون؟ لا يعني أنتي كمان ما لقيتي غير هالمطعم لحتى تحجزي ونقعد فيه؟ قالوا لي طيب أكله، أنا شو بيعرفني؟ حقير، بس لما كان معي كان يجي لي، أنا بحب البساطة وما ترك بسطة كفتة وما عزمني عليها، بس صار كريم على دورة. يقبشني المعصب أنا. هلا دينيز فهمنا وضعها، تأخرت بالشغل سامحناها، بس انتي ليش خليتيني روح على المطعم لحالي؟ بالمستشفى اجتنا حالة اسعافية. اوعك تكذبي، كنتي طالعة من البيت لما حكينا على التليفون. ايه وكنت جاية لعندكم بلحظتها، اجا لؤي واخدنا الحكي والباقي انتي بتعرفي. ايه بعرف، بس نطرتيني. اسيل ما كان بدي نطرك، كنت بدي اجي بس اللي صار صار. انسي بالزمانات نطرتك ولهيك ما فيني رد عليكي. ايه صح، لانه باخر فترة ما عاد شفنا وشك ابدا. عفارم علي، عطيت من قلبي وشوفي الله كيف كافاني على اللي عملته. أسيل ما علينا، هلأ اتركينا منه. إلك عندي أخبار حلوة عن عمار. عمار؟ لأنه زلمة منيح ما رح تتذكري. تمام، الدكتور اللي خبطني هو. عمار طلع رفيقه للؤي من نادي التنة، وهلأ هنن بالنادي عاملين حفلة، وطبعاً نحن معزومين عليها. غصون مستحيل هالحكي، مالي خلق عليه. ما بدي أي اعتراض، هالمرة مو على كيفك، بدك تسمعي كلمتي غصب عنك، عم تفهمي أسيل؟ ما علينا، اسمعي انا هلا بدي انزل على الشغل، انت امتى رح تجي لعندي؟ ناطره شركه النقل، بالاول بدهم يجوا ياخذوا اغراضي وبعدين لعندك. تمام. ها ليكن وصلوا. هيك لكان. هالواطي رح يجي يعيش مع هي، مع هالشرشوحة بهذا البيت؟ نحن خلصنا شغل، منطلع؟ بس دقيقة. هلأ صار فيني انتقل. يا عمري اوبا. نحن اجينا. اهلا وسهلا، تعي 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 تعي. أوه. تعي تعي لشوف فوتي على بيتنا الجديد. اوبا. اهلا وسهلا فيكي ببيتك. اهلا فيكي وشكرا كثير لك. بلا حكي فاضي، على شو عم تتشكرين؟ البيت بيتك. ايه قليلي، منيحه انت اسيل؟ ايه يعني رح كون منيحه، صح كان يومي صعب شوي، بس تركت رسالة لهالواطي قوتني شوي. اوه برافو عليكي، شيلينا هلأ من سيرته، ليكي بآخر الأسبوع رايحين على حفلة النادي. لا بلاها لو سمحتي غصون، ما بدي والله، بعدين هذا الزلمة كم وحدة بشوف بالنهار، الله أعلم، معقول يتذكرني إلي؟ ييه بلا هالحكي الفاضي، ليش حتى ما يتذكرك؟ هالمرة لازم تسمعي مني، عم قلك رح يتذكرك. ألو نعم. ألو أسيل خانم، مرحبا. مرحبتين، مين بتكون؟ أنا الدكتور عمار أوزوتورك. الدكتور عمار مرحبا.
يا أهلين، أخذت رقم تليفونك من سجلات المستشفى. بصراحة ضل بالي على صحة حضرتك. شكراً، أنا منيحة كتير. بس طمنيني ما يكون صار مشاكل أو مضاعفات. لا شو هالحكي، ما صار أي مشاكل. كتير منيح، فرحتيني. بالمناسبة هذا الرقم رقمي الخاص، إذا صار أي شيء فيك تتصلي وما تترددي. ماشي، رح سيبه عندي. تمام، ما على قلبك شر، منحكي إن شاء الله. مع السلامة. هو عم تقولي ما رح يتذكرني؟ شكله الزلمة مو نسيانك لحتى يتذكرك. أسير الزلمة مزوق زيادة عن اللزوم. ما هي قلتي لي مزوق، حاجة حجج بقى، مانك شايفة شكله حبك عم يقلك سجلي رقمي وغيره وشبك. هيك بتقولي؟ هيك بقول، هالقصة مش حالة على الأكيد. يلو أي عم يدقلي لازم أطلع حياتي. أنت خدي راحتك، البيت بيتك. تمام؟ تمام حبيبتي، مبسطي. شو هالإطلالة الحلوة؟ ايه ماشي حالة. ييه انت ليش لذيذ هيك؟ مهضوم كلبك. تسلا، تعا حبيبي. برافو برافو. اسمه تسلا؟ ايه، مشاغب كتير وما بيهدى ابدا، مو هيك حبيبي؟ اهدى بقى. على فكرة اسمه كتير حلو. حابب تشوف صورة الغلاف؟ ايه ورجيني. تعال لنشوف إذا بيعجبوك. آه حلو كتير، أنا فوتوجونيك، ما كنت متخيل تطلع حلوة هيك الصورة. لا أنت أحلى من الصور. ما فيها فوتوشوب ما هيك؟ لا ما في فوتوشوب. متوقع. برأيي أنت أحلى على طبيعتك. والعنوان اللي مختارتي حلو كتير، بيان أنا لك عنواني. ما فهمت شو قصدك تقلي عنوانك. مين بيفهم الرجال بقى؟ ها الكتاب اللي حكيت عنه غصون، لنشوف شو مكتوب فيه. يجب أن يكون هناك حياة خاصة بكما، يجب أن يكون لديكم هوايات. شو
هواياتي أنا؟ التعرض للخيانة، الترك المفاجئ، الطرد من العمل، بكفوا هدول؟ تعلموا لغات أجنبية. أي أول كورس بالإنجليزي لهلأ ما خلصته لسه. ها أكل، تعلموا الطبخ. أي هاي معقولة، يعني حتى لو ما بيطلع بإيدي فيني جيب أكل جاهز من شي مطعم. ورصاص إلك شو هالجيرة الوسخة العمى؟ لك افترضوني مرضانة يعني، أو تاركة حبيبي مثلا شو هالذوق، أو مصدومة. الإنسان بيتعرض لهالمواقف. احمدوا ربكن أنه أول ليلة إلي بهالبيت، ولا كنت إجيت وعملت معكن اللازم. شو بلا تربية. لكن الناس مبسوطة. مراد؟ عم يندق الباب مراد. مراد؟ حبيبي مفاجأة. انت مين؟ انت مين اصلا؟ حبيبته لمراد. برأيي انت مفكرة هيك حبيبتي. بعدي لي هيك. وين؟ على بيتي. قولي لي وينه؟ جوا عم يتحمم. بعدي لي. لك شو عم تعملي؟ يلا حبيبتي احطي بلا حركة لجنين من عند الصبح. رح كب لك ياهن على الزبالة. يلا لك روحي وما تستني هون ابدا. يلا يا حبيبتي لاقي غيره. عم قلك لك روحي من هون. عم قلك واقفة وحدة ما بتعرفي. لا ما عليك. يلا انقلعي فوت لجوا. لك عم قلك مراد. مراد اوهو مو معقول. شي حلو. انا بورجيك. نايم معه. افتح مراد. مراد لك شبك انت. خدي خدي تيابك يا بنت ويلا من هون. نقلعي نقلعي من هون. عم قلك مراد. انت شو مفكر حالك عملت؟ اطلع وينها؟ يلا اطلع. انت شلون بتعمل فيني هيك عملة؟ أنا ساكن بالشقة اللي جنبك. اهدي شوي. روقي. غصون مو هون. ابعت لك حمى. انت مرة تانية شو طالع لي بالسحبة؟ انت وين ما اروح بدي اتفركش فيكي؟ انت اللي عم تتفركش فيني ولا انا؟
مين هي اللي برا كمان؟ بنت خالصة تعرفت عليها ليلة واحدة، والمشكلة مفكرة حالها حبيبتي. اجت الصبح لعندي ولما شافت عندي بنت تانية جنت، فهمتي؟ هجمت عليها وهلأ ملاحقتني إلي. ايه احكي من الأول لحتى أفتح لها فورا. عم تخففي دم مثلا؟ هذيك المرة بيتك مالك متذكرة وين؟ هلا أنا هيك عملتك؟ مسخرت عليكي؟ عملت أحقر من هيك، أخذتني على الأوتيل. يعني إلي حشك بالشارع؟ ايه على القليلة ما كنت تعرضت للاستغلال. قلتي استغلال؟ شو هالحكي؟ أنتي اللي استغليتيني أصلاً، أنا هو المغدور. بستيني بستيني، لك هجمتي علي. ايه طبعاً مالك متذكرة شي، لأنه عقلك ما كان معك. معناتها ذكرني شوي لأني مو متذكرة بنوب. أنا لا بدي أتذكر هذيك الليلة ولا بدي أذكرك فيها، لأنه عن جد كانت ليلة سودة يوميتها. ايه فهمنا بقى حاجتنا. يعني يومي كان صعب وفرطت أعصابي شوي، شو فيها هي كمان؟ شوي؟ قلتي شوي؟ يعني من طريقة هروبك الصبح من غير شكر كانت مبينة، أنتي مسكينة عن جد مسكينة. ليكي الله يوفقك، هي البنت حاطة براسها تخلص علي. دخيلك احكي لك شي كلمة معي، يعني قليلة يلي عم تدوري عليه ماله هون، وأنا رح أتخبى. ماشي؟ الله يوفقك. ماشي، رح شوف شو بدها. تفضلي. مرحبا. قلي لي مراد عندك؟ متخبي جوا هو؟ ايه يعني كان هون بس هرب. تعي، اول ما سمعت صوته حاولت امنعه، لانه برايي كمان انه صار لازم نوقفه عند حده، لانه هاد الزلمه زودها كتير. ها وما شاء الله انت قمر مصور، ليش لا يعمل فيكي هيك؟ تعرفي لو بايدي القصه يعني كنت سلمتك يا بايدي وساوي فيه اللي بدك يا نتفي تنتيف. عضي يا ستي، بس برايي لا تعذبي حالك وتدوري عليه، لانه هذا جارنا خلص كف مغيب، حتى هو غالبا رح ينتقل. انكشف لانه الكل كشفوه على حقيقته، فقال خليني انتقل، ولهيك برايي خلص نسيها حلوه. يعني واحد مثله ما عنده ذره اخلاق وبلا شرف، نصاب كذاب محتال ونسونجي. ليش تبتلي فيه؟ ما أنا محرزة تركضي ورا، حرام عليكي جمالك. ما بيستاهل. ليكي حتى ما عارف قيمة صبية حلوة مثلك. تعي لقلك تعي، في مثله متايل بالشوارع، ألف واحد بيتمناكي. معك حق، وبرأيي كمان. يلا يلا مزبوط اللي روحي على بيتك أحسن لك، لاقي واحد يعرف قيمتك. معك. الله معك، باي يا حلوة. العناية بالجلد مهمة، بالمناسبة ما قصرتي. يلا حياتي، يلا لبرا لبرا. عشو عم تطلع؟ اقلع عينك. أحمد طبعتوا المجلة ولا لسه؟ لا. تمام، ما تطبعوا شي، اصحك. طيب ماشي. قال الرجل الكامل، أنا بورجيك الكمال على أصوله. جاي جاي. هاي ضيافة مني، ما لقيت فرصة أتشكرك، وخجلان منك كتير كمان. هذا واجبي، بس بتمنى أن ما تنعاد. رح حاول جهدي أعمل هيك. أنت رفيقة الصبية اللي عايشة هون؟ قرايبتي، أنا هون لفترة، لأنه الوسخ طلب منك تفضي البيت. أيه مو غريبة برأيك؟ لك غريبة كتير والله، يعني البيت اللي عشنا فيه أنا وياه، أنا اللي دافع أجاره والضمانات ومصلحة فيه حتى، وكل شي بيخطر على بالك. لا أنا مو هذا اللي بقصده أبداً، أنا عم بحكي عن الصدفة اللي عم تجمعنا، مزبوط؟ إيه، وهي غريبة أغرب من الأولانية، أنا هذا اللي كنت عم فكر فيه كل اليوم. يعني قصدي بهالحكي إنه لقاءاتنا كتير غريبة، مو هيك؟ بما أنه صرنا جيران، لقاءاتنا ما رح تكون غريبة بعد اليوم. ايه
مو حابب تقلي اسمك؟ ايه طبعا اسمي مراد. أسيل. تشرفت. وأنا تعبت. شو وينها؟ يا أسيل هاي غصون. تمام بشوفك معناتها. مو معقول نكون نسينا. اي مو مش اهلين وسهلين. اهلين حبيبتي. لا مستحيل. شوفي الضحك اللي على وشك. شوفي يا انت تعرفتي على جارنا ما هيك اسيل؟ ايه يعني شو القصة غصون؟ مين هاد جارك؟ بالمختصر هو الشاب الغلط بأحلى جسم بتشوفي، يعني الرجل الخطأ. البنت يلي بتدخل ما بيرجع بشوفها والباقي عندك. وبكل صراحة أنا ما بعرفه ولا حتى بدي أعرفه. يعني بفهم إنه أسيل لازم تبعد عن هالشاب أكيد، ما هيك؟ على الأكيد. حبيبتي قديش في وسخين فاتوا على حياتك؟ هذا زلمة أوسخ لسه، بدقيقتين بتلاقي حالك بالفرشة وبعد بيوم على الباب. أصحك تضلي لحالك معه؟ ها هي عم نبهك. لا شو هالحكي؟ شو مفكرتيني؟ أسيل انتبهي حبيبتي. ليكي انت وعدتيني انه رح تبعدي عن الشباب الغلط، رح تتعرفي على الدكتور باخر الاسبوع. انا حاسه هو نصيبك، وقبل ما تخلص الصيفيه رح تلبسي الخاتم باصبعك. هيك قلتك؟ ويمكن اتزوج قبله لسهيل؟ مو كل شيء ممكن. ممكن طبعا. روقوا رح ساوي قهوه معناها. العنوان قاسي شوي، عن جد مو معقول. يعني هي شو جاي ببالها؟ ابصر شو عامل بالبنت. كيفك شو اخبارك؟ سلام. اهلين. سكر حسيري. ماشي. شو في؟ ما في؟ لا شو بده يكون في؟ يعني نفس الاسطوانه هديك طبعا. صحي اللي شو حابب تشرب؟ بعمل لك شاي او قهوه او شي بارد او شي سخن. شو ما بتعرفني يعني؟ خلاص زبط من عندك. طيب شوفي اللي يعني شو القصة؟ نظرات وتوزيع ابتسامات على بعض. خير ان شاء الله. شو الحاله؟ طبيعيه. اها شو نزلت المقابلة؟ ايه نزلت. بيكون احسن اذا ما قريت مثل العادة. ايه ورجيني مقابلة. عنوانها قوي كتير ما هيك؟ بالغت بالمانشيت العريض الرجل الكامل. مزبوط عثمان؟ لا بالغت. بيني وبينكم انا عملت شغلة عيب بحق هاي البنت. تاني يوم فيقتها على اكشن. اذا اتصلت واعتذرت منها رح يكون احسن. مراد برأيي اوعك تتصرف التصرف. طيب هات خليني اشوفك. لك خلص قلت لك بلاها مراد. يا زلمة الرجل الخطأ؟ شو هذا الرجل الخطأ؟ عم تحكي عني هاي؟ خياراتي بحياتي الخاصة تعنيني. شو قصدك بكلمة خيارات؟ شو رأيكم؟ أنا مالي رأي أبدا. خليني بشغلي. خلوني أقرأ. الشاب الناجح مهنياً مراد اعترف وقال: للأسف لم أستطع النجاح في حياتي الخاصة، وأنه لا يؤمن بالحب والزواج، وأنه لم تعنيه أي سيدة حتى الآن ولم يكن هناك، وهذا خياره الخاص. شو عم تخبص هاي؟ الصورة كتير حلوة. أخذت لك الصورة من زاوية طالع فيها رجولي ووسامتك ظاهرة. برأيي على طول خليها تجي من شان تصورك. صحيح. نسيت أسألك. شو بتختار؟ أنا وحدة حطلك معلم؟
آه يا مصيبتي، آه على هالمصيبة اللي حلت علينا. يلا ارتاحي شوي، رجعي ظهرك يلا. آه يا بنتي تعالي شوفي شو هالبلوى اللي عاملها أخوكي، تعالوا شوفوا الفضايح يلي عاملها. أنا قاعدة وناطرة هون إنه يجيني حفيد صبي وأخوكي رايح عم يعطي صور بالمجلات وعلى فضايح وعم بيقول ما عندي إيمان بالزواج وبده يعني يحترمه فوق منا. ولك هاد شو عم يعمل فينا؟ شو عم يعمل فينا؟ قولي على هالبلوى. بس أمي أنتي بتعرفي أخي كتير منيح، هو شخص حر وبيحب هالشي. الحق علي، طبعاً الحق علي، أنا عطيت حريته زيادة لهذا الولد. لك أنا لو زوجته من زمان كان عندي هلأ دستة أولاد ومعبين لي البيت وأحفاد كمان صبيان وبنات يا بنتي، وكلهم كانوا رح يكونوا على رؤوس بعضهم. فهمتي علي هلأ؟ لك أمي هالشي شو قلو علاقة؟ خلصنا بقى. رح أجي معك، مرت عمك كم ولد عنده أحكي لشوف؟ ثلاثة. وثلاثة شباب صح؟ طيب كم سنة لهم متجوزين؟ ثلاثة. شفتي؟ وكلهم أصغر من أخوكي. آه ليك عم تتصل مرت عمك؟ لا ما رح تتصل، صامت خلاص. ما بتحمل صوتها، بتكون شافت كل شيء، ما رح اتحمل. لا رح يخب على قلبي وروح في يد ليد ليد كرمال الله. وين رح تشوف لحتى تقرأ وتتصل فيكي؟ آه بتشوف كل محركات البحث تحت أمرها، بتدخل كل يوم وبتكتب اسم أخوكي، بتشيك إذا في أخبار عنه، كل يوم بتبحبش وراه. معناتها هي أكيد بتكون شافته. اسمعي شو، أنا صار لازم أتدخل وحط إيدي بهذا الموضوع مشان أخوكي مراد. اسمعيني، خبري الكل تمام، أصدقاء معارف أحباب وكل شي منعرفهم جواته وبراته للبلد، قليلن أمي عم تدور لأخي على بنت تجوزه ياها، وبس حضروا العرس تبعك إلا ما تعجبه وحدة. يا روحي شوفي، ما بيكون اسمي نيفين إذا ما جوزته لأخوكي قبل ما تخلص هاي الصيفية. فهمتي علي بنتي؟ ما تخافي انتي ولا تزعلي حالك تمام. يلا بنتي تصرفي وخبري الكل، دقي خبري الكل بسرعة. الله يصبرني عليك يا مراد. لك انت انتهيت هالمرة وجنيت على حالك. هاي فضيحة عن جد، فهمت الحكي مثل ما بدها. ايه مزودتها شوي. لكان شوي. ايه هيك رأيك؟ بتحبوا تشربوا شيء؟ لا لا شوي تاني. شكرا. اكيد امي كمان قريت اكلتها. ايه اختي مرحبا، كيفك اخي؟ ليك امي قرأت المقالة تبعك. قريتوها بهالسرعة؟ يعني كل هاد صار بسرعة؟ اصحكم تصدقوا هذا الحكي، هذا الكلام ما طلع من تمي ومكتوب عن سوء نية اتجاهي. يا اخي انا بعرفك منيح، بس تعوا احكي هالحكي لماما. هالمرة كانت الصدمة علي كتير قوية، ما كان لازم تشوفها. طبعا هي عايشة سنين على امل انه ابنها يفتح بيت وشافت هيك شيء. تعرف امك؟ انا اللي بعرفها. خلص خلص أنا بحكي معها، لا تحطي بالك. أخي أنت بتحاكيها، بس ما بعرف إذا هالمرة رح يطلع بإيدك شي. يعني هالمرة راكبة راسها بدها تزوجك، قالت لي اتصلي بكل شي معارف ورفقات لحتى ننقي لك صبية، ورح تعزمهم وحدة وحدة على العرس لتنقي وحدة وتتزوجها. لا لا تقوليها. والله ليك هالمرة أمورك صعبة، اتصلت فيك لحتى حذرك. تمام أختي تمام، بحبك كتير. ماشي نرجع منحكي. يلا تمام. إيه منحكي. حسب ما فهمت أمي قرأت المقال وجنت. مصيبة. لا على حسب معرفتي البسيطة لوالدتك، بعد هالخبر بتكون كبست على زر بدي زوج مراد. رح تعزم كل شي صبايا منعرفون على عرس أختي. مراد أنت ما لازم تروح على العرس بدون رفيقة، بتعرف مو؟ أكيد مزبوط. خد المجنونة تبع البار، شو بدك أحسن؟ هيك إذا شافتها خالة نيفين بتقول إنه يضل ابني عزابي أحسن من إنه يتزوج هالهبلة. لا ما بتقول، لأنه مو غايتها إنه تزوجني، غايتها الأساسية إنه يصير عنده حفيد، يعني جاني بدها حفيد، فهمت؟ يعني بتضحي فيني كرماله. والله يا شريك القصة مو سهلة، أتمنى لك التوفيق بالرفاه والبنين. عن إذنك يا عريس. لا عن جد ما تضايق حالك. نعم مامي. يا عيب الشوم عليكي يا بنتي، يعني فيك تفهميني أنا ليش عم بسمع أخبارك من غيرك؟ ماما والله معك حق، بس ما حكيت لك مشان ما زعلك مني. أنت قلتي لي ما تعيشي مع هداك الوسخ بنفس البيت، بس ما رديت عليكي وهي النتيجة قدامك. فهميني أنت عن شو عم تحكي بنتي؟ أنت ما عم تحكي عن البيت؟ أي بيت؟ أنا ليش دائما بزلق حالي معك؟ أي أمي خلص انسي ولا شي. لك شبك بنتي ضايعة، أنا عم بحكي عن صديقك الجديد الدكتور، مو هيك؟
فرحتيني كثير يا بنتي. لك ليكي شو؟ ضلت عم توصف لي يا شي ساعة، قلت لها الحمد لله وأخيرا بنتي لقيت لحالها زلمة شريف بيناسبها وبيناسبنا، فرحتيني كثير يا أمي. ماما لسه ما صار شي بيناتنا بنو. كيف؟ شو يعني ما في شي؟ مو على أساس رح تطلعوا آخر الأسبوع؟ يعني قصدها بأنه رح نطلع رح نتواجد بنفس المكان. إيه تمام مزبوط نفس الشي. بنتي ليكي لازم تعرفي أنه الأمهات بحسوا ببناتهم. رح تشوفي هالشاب هو رح يكون من نصيبك، أنا متأكدة من هالشي صدقيني. أنا حكيت لك هيك شي قبل هالمرة؟ هيك قولتك؟ إيه هيك بقول بنتي. اهلا وسهلا. تعالي شوي عاوزك. شو بدك؟ ما فيني اجي عندي شغل. خلص بجي لعندك بعدين. تعالي شوي بس تعالي. ركزي منيح علاقتك بأبوكي لأنه رح تلاحظي إنه بتأثر على أول علاقة مع رجال بحياتك الخاصة. مزبوط. لهيك كل شب بختاره بيطلع بيشبهه لبابا. أي مو معقول هالقصة. أي وشو لازم أعمل؟ ها كاتبينها هون. حددي 7 صفات مستحيل التنازل عنها بشريك حياتك وقرري إنك ما تتنازلي عنها أبدا. النهاية للرجل الغلط بتكون عم يحكوا عن جنابه. إذا كنتي حابة تتزوجي بعدي عن الرجال الغلط. يعني هي أول مرة بشوف وحدة عم تدرس لتلاقي عريس. أنا قلت لك جيبي قطة مو كتاب. مو معقول شو مهضوم. هاتي لشوف. خلص هات اتركه من إيدك. لك بس ثانية عم شوف، ماني ناوي شي مو منيح عم شوفه وبس. هذا الكتاب تمت كتابته للمرأة فقط ويجب أن لا يقع بين يدي أي رجل. أنا استوليت على كتاب كل العوانس بهالحالة هي. عن جد إنك مانك مربى. لا أنت خاصة يا بنت، مفكرة أنه هالكتاب رح يزوجك؟ إيه ممكن يفيدني طبعاً إذا كان الرجل الصح. قلتي الرجل الصح؟ حكي لي لشوف شو هو تعريف الرجل الصح. هالمصطلحات هدول أكيد مو مارقين عليك. إيه بس أنا رح أشرح لك أمري لالله. إيه عم بسمعك. صادق مانو أناني. متفهم. عاطفي ومحترم ومطيع. نسيتي تذكريها. يعني إذا بيسمع كلمتي أكيد ما رح أقول لا. في عندي رفيق بتنطبق عليه كل هالمواصفات هي، فيني أعرفك عليه إذا بدك. تسلا تسلا تعا حبيبي تعا 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 يا حبيبي تعا 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 تعا. قديشك حلو وأنت بتضحك كتير على فكرة. والله أنت بتضحكي أكتر لأنه ما بدي أدمر لك حلمك، بس ما في هيك زلمة بنوب والله ما بتلاقي، وما في هيك ست كمان. لا بهي أنت غلطان لأنه أنا بنت من هالنوع، يعني إذا أنا موجودة فأكيد هو موجود. حتى أنا تقريبا لقيته وهالمواصفات موجودة فيه، رح شوفه الأسبوع الجاي. لقيتي ورح تشوفيه هيك لكان. أنا وصغير كان عندي صديق راسمه بخيالي، كنت بتسلى معه وأنت كمان شكلك راسمة واحد هيك خيالي أو فضائي. عفوا شو عرفك انه خيالي؟ قول لك. قليلي انتي ما كنتي عم تنوحي وتبكي بحضني كرمال زلمة تاني. قليلي هذا امتى لقيتي؟ مو انا لقيته عيني، ما لقيته هو لقاني. دكتور واكابر وشخصية وحلو مهضوم. اعترفي مثلتي دور المريضة اللي تتعرفي عليه. اي بلا حكي فاضي، هو طرقني بالسيارة. انا اضرب زتيتي حالك قدام سيارته؟ لك انت مجنون ولا بدك تجنني؟ اذا بدك تضل عم تتمسخر علي بفوت لجوا. تمام 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 اهدي شوي. أنا مزبوط عم مفهم؟ يعني من المبدأ أنت من اليوم ورايح ما رح تكوني مع الشاب الغلط، رح تكوني مع الشاب الصح مزبوط؟ هذا هو قرارك مو؟ إيه صح. معناها رح أعطيكي نصيحة ماشي؟ اسمعيها. ما في شيء اسمه زلمة صح أو غلط، الشباب والبنات بيعطوا شكل لبعضهم البعض. يعني بالحقيقة اللي بتعطيه الشكل للزلمة هي الست، يعني بالمختصر في ست بتتصرف صح وست بتتصرف غلط. ها، يعني البنات هن غلطانين مو هيك؟ أنا بس بدي أسألك سؤال، عداوتك التاريخية مع الأنثى شو سبب؟ جاوبني. وقت كنت ولد أمك ما حبتك؟ إيه ماتت وهي عم تولدني. والله ما كان قصدي إني ضايقك، بعتذر مراد.
فتقت لك جروحاتك؟ انت هي مشكلتك يا حياتي، انت بتصدقي كل شيء فورا لانه انت بتفكري بقلبك ما بتفكري بعقلك، وهالشغله بحد ذاتها مشكله، وهذا نابع من عدم معرفتك بالقواعد. طبعا قواعد قلت لي؟ شو هالقواعد؟ نورني. ليكي رح اختصر لك، العلاقه بين الرجل والمراه هي رابط بيستدعي حساسيه وتخطيط على طول، لهذا السبب اللي بيظهر مشاعر الحب الاول محكومه عليه بالخساره على طول. انت كنتي بتدوري على الارتباط بعلاقاتك بالاول دائما، ما هيك اسيل؟ يعني انت اللي بتقولي بحبك بالاول مزبوط، انت اللي بتتاسفي على طول، واللي بتحطيها واطيه على طول، واللي بتجيبي هدايا بالمناسبات، انت كل شيء على طول. انا هيك انا هذا اللي عم اقوله، اذا ضليتي عم تتصرفي بهالشكل هن رح يبلشوا يعاملوك كانك مالك موجوده، وهيك رح تضلي وحيده. بالله جد حاجتك مسخره، ليش حضرتك وحداني وبتعرف كل هالقد؟ شوف حالك بالاول يا حبيبتي. انا هذا خياري، من وين طلعتي فيها انه انا وحيد؟ بالعكس انا بدير حياتي بايدي، في شيء مجبور عليه وفي شيء خياري. انت من النوع اللي بيعتبروا الهرمونات اساس العلاقه، واللي بيشوف العلاقات وسيله للتسلايه وبس، ونصيحتي ما باخذها من اللي مثلكم، ماني بحاجتها. طيب انت ادرى مني، بس لا تجي وتبكي بحضني بعدين ماشي؟ لك ليش لا اجي وابكي بحضنك يا بومه؟ ما رح ابكي، كل شيء رح يكون منيح. شو هاي الإبرة؟ ما بدي أنفخ. ثبتي أسيل، شو بك رح يطلع منظرك حلو؟ لك لا ما بدي، ليكي خدودي حلوين ومو ناقصن ومبسوطة فيهم هيك. لميس لا مستحيل اتدخل تصطفلي منك إلها. لؤي ليكي اسمعي أسيل، بالحقيقة هاي التجاعيد أنت ما بتحبيها، لأنه هاي التجاعيد هي ذكرياتك البشعة والممنيحة، بس إذا بتسمحي لي طبعا أنا رح أمحي التجاعيد فورا، وما تقلقي ما رح وجعك بقد وجع الذكريات اللي أنت عشتيها. تماما، قلت لك عاجبيني خدودي. خرسي واهدي، تصوري معي حالك بالفستان الابيض، احلمي بالخاتم الالماس اللي رح تلبسي، احلمي شوي لك، تخيلي. حلمت شوي خلص، انا ما بدي غير بحالي، شكرا لك. تصطفلي اسيل؟ طيب بلا ما تروح الابره على الفاضي. العمى شو هاد؟ حيدر حيدر، كون مكانك شي مرة.
كنت عم اتدوش وانقطعت المي فجأة، قلت بطلع بشوف سكر المي إذا حدا لعبان فيه. جاي المي عندكم؟ ايه ما أنا مقطوعة. أنا كان بيودي ساعدك بس مستعجلة. درستي الدرس وحتنفذيه مو هيك؟ لا تطولي، أنا ناطرك هون. ليش تأخر لهلأ؟ غير رأيه وما رح يجي. لا مو معقولة، ما بصير. أسيل حياتي في دب وراكي. إيه لأ عمو الدبدوب أهلين، شوفني مو طالعة حلوة اليوم؟ صدقني هنن اللي خسروني بالشركة. ليكي إجا إجا عمار لحاله ما هيك؟ لك ايه شو نعمل هلأ؟ وجهيني فورا. نحن نروح لعنده؟ لا شو نروح لعنده، رح نستناه هو يجي. لما يشوف له اي رح يجي لعنا لحتى يسلم علينا. بس لو سمحتي بتعملي حالك متفاجأة، ما بدي تغلطي ولا غلطة. لا تحسسي انك جاية كرماله. خلص ماشي، انت لا تخافي. لؤي اهلين عمار. المناخير بترجع لمحلها بعد اسبوع، لا تقلقي. تعال. شلونك؟ منيح وانت؟ كثير منيح. غصون خانو مرحبا. مرحبا دكتور عمار. أسيل خانو. أي لا أهلين دكتور، أنا متفاجئة كتير بجيتك بصراحة، ما توقعت إني شوفك هون. طيب كيفك؟ بتشكرك دكتور، طمني عنك. وأنا كمان منيح، بس شيلي هاي الرسميات بيناتنا لو سمحتي، بكفي تناديلي عمار وبس. هداك اليوم صار في حادثة بسيطة، غصون حكت لي. إيه قصة يعني ما لها طعمة بالمرة. طيب أسيل بتكون قرايبتها لغصون، وحتى بهاي الفترة قرروا انه نعيشوا مع بعض، ونحن الحقيقة كنا عم نحتفل بهالمناسبة. والله؟ لكن طيب ليش عم تساوي شي تعديلات ببيتك؟ لا بالحقيقة الموضوع انه شو عم تعملي؟ لك شو سويتي غصون؟ على شوي رح تحكي له عن سهيل. شو هالحكي؟ لا اكيد ما رح تبقع. انت منيح؟ لا انا منيح منيح، مو مشكلة، ما لا قصة اسيل، بسيطة، هلأ شوي وبينشف الجاكيت. بتحبي تشربي شي تاني؟ ها شكرا. شكرا لك. بصحتكن. ايه بصحتكن. اها ليكي مين هون؟ حياتي تعالي شوفي على مين بدي اعرفك. انبسطوا بوقتكن، نحن راجعين. لا تاكل همنا. انا برأيي هيك تمام، نحن عملنا اللي علينا. شو رأيك تحكي لي عن حالك اسيل؟ يعني مين انتي؟ شو بتحبي؟ شو بتكرهي؟ او كيف بتقضي يومك مثلا؟ أسيل فتحي مخك وما تنسي هالحكي أبدا. أسيل أنت بنت واقفة على رجليكي، تعرفي شو بدك، عندك أهداف وست ناجحة وما شاء الله اجتماعية كتير. يعني رح تعملي حالك هيك حبيبتي. صبايا عم اسمعكم بس هالحكي فاضي، ابني علاقتي معه على كذبة؟ لا تقولي كذبة، أنت رح تبالغي شوي صغيرة بس. بعدين حبيبتي طول عمرك صريحة، شو اللي صار؟ حطولك ميدالية؟ ايه حطولي بس مو ميدالية. لك هذا الصح تمام. خريجة علاقات عامة ومديرة بوحدة من شركات التنظيم الضخمة. حلو كتير. وبحب الرياضة كتير كمان، كنت أخذ استراحة بس ما تحملت القعدة ورجعت على الكيك بوكسين. والله وأنا من هواياتي المفضلة لعبة التنس. حتى الرقص أنا كتير بحبه، برقص بالس سالسا تشاتشا كلهم بعرفهم. عن جد؟ وسجلت كورس ياباني من فترة، مثل ما بيقولوا كل لسان بإنسان. كورس ياباني؟ غريبة. وفوق هيك الطبخ مجال تخصصي. قلت لحالي خلي هالموضوع يصير احترافي شوي، سجلت حالي بكورس طبخ شرقي آسيوي وأنا عم أتعلم ياباني مشان أتعلم عنهم كل شي بفرد مرة. وكمان بلشت أشتغل بمجال الحيوانات، وهي مشان أتسلى فيها بس، ضيعة وقت يعني، ولهيك مأجلتها. أسيل فيني أسألك سؤال؟ كيف قدراني تلحي على كل هالهوايات والقصص؟ منظمة وقتي مو أكتر.
برأيي أنت بنت مميزة ونيال اللي بيرتبط فيكي. شو بتعمل بآخر الأسبوع؟ بركي منتغدى مع بعض وبنرجع منكمل كلامنا. ما بعرف شو بدي أقولك، بس أنا آخر الأسبوع عندي موعد كتير ضروري. بنص الأسبوع أنا فاضية. بنص الأسبوع مثل ما بتعرفي عندي دوام بالمشفى. مو مشكلة أبداً، أنت معك رقمي بتتصل فيني. ليكي شفت رفيق قديم وبدي روح سلم عليه. شو غبية، شو خلص انقلع. حاج يا مالي خلقك، وهي مستحيلة أصلا. أعمل لك عرض؟ أحرق لك الكونتوار من أوله لآخره؟ ولا شعل لك هني؟ أنا مركز هلأ وعم دور على شغلة، بترجاك شيلني من راسك وحط حدا تاني. أحرق لك هون كرمال خاطرة؟ روح العب بعيد من هون حبيبي، يلا. سمعت النكتة؟ مهضومة مرام. مرام بتصيري حبيبتي؟ أنا؟ إيه أنت؟ أنا من الأول. لا وين رايحة تمثيل كأنك حبيبتي؟ يعني أنا بحاجة لوحدة تكون معي وعم دور. بس مو ظابطة أنت أمي، بتعرفك ما رح يوصل لها الشعور، يعني ما رح يكون في إقناع، لهيك ما بيمشي حالك. ما علينا، يلا بلا ما عطلك. أنت عم ترجفي ونفسك انقطع كأنه شو صار لك؟ انهز بدني عنك، شو الموضوع؟ على شغلك أحسن ما أحرقك. بريك صغير، شو الوضع؟ ما بعرف شو بدي قلك، ما عم يمشي الحال معي، ولا واحدة من هدول مناسبة. شلون ولا واحدة مناسبة؟ تليفونك مليان أرقام بنات، ولا واحدة بيمشي حالها؟ يا أخي عندي تقريبا شي 1000 بنت، بس يعني مين رح تقبل إنه تكون حبيبتي بس القصة تمثيل؟ لنفرض وافقت واتفقنا وكل شي صار مثل ما بدي، وبعدين غيرت رأيي وحكيت مع أمي، شو منعمل وقتها؟ هلأ وقتها بيحل الحلال. وفوق هيك إذا تصرفت على أن حبيبتي فعلا الوضع بيصير أخطر. قلي ليش بقى؟ ليش؟ لأنه بعد العرس ممكن تتصل بأمي وتقول لها أنه تركنا. إيه واردة تصير هالقصة. إيه؟ أنت بدك وحدة مميزة كتير، اللي بقصده وحدة تكون ماسك عليها شي من شان ما تطقلك برغي، ومن جهة تانية ما تحول هاي التمثيلية لعلاقة حب حقيقي. أول قسم ما بنختلف عليه من دبره، هاي بيلتقى منها كتير، عادي فيني بثواني لاقيها. أوكي يعني القسم الثاني هو البلوة، فهمت علي؟ فهمت. أنا اختنقت رايح على البيت. سلام. تمام، انتبه على حالك. بابلو عطيني كاسة مي. عثمان قبل المي، أحرق لك هون بالأول؟ بالأول عطيني مي. بتحرقوا المطبخ ما بنفتح تمنا، خليني أحرق لك. رجعتي خربتي الدنيا. برافو عليكي أسيل، برافو. عفوا يا بيك. حيدر كيفك؟ الأنسة أخذت شنطايتها وما خبرتك، لا تواخذني. أي أنسة؟ طولها 175 وبيضة، جسمها بيشبه الانجاصة، يعني عريضة من الجوانب شوي، وحسيت في عرق مهاجر غالبا من طرف الأب. أنت قصدك شيماء. تمام تمام، يسلموا كتير. العفو هذا واجبي يا بيك، بالأخير ضيوفك هنن ضيوفي ولو، ومو أي ضيوف، كلهم غوالي، وبعدين نحن كلياتنا عيلة كبيرة. ناطرك أنت والشباب. ها يلا انتبه على حالك. شو بيحبني هالزلمة؟ ايه كيف؟ 50 بنت بدهم يحضروا العرس؟ اختي امي معقول تكون جنت يعني؟ لانه عن جد ما لها منطقية. جنت طبعا، ما تركنا حدا ما خبرنا، حتى اللي برا البلد عزمناهم، وكمان في عالم رح تجي من استراليا. لك شو عم تقولي؟ ايه مثل ما سمعت، بكفي انه امي تبعت لهم صورتك. وطبعا هنن بيعرفوا انه وضعنا المادي كتير منيح، وفوق هيك وين رح يلاقوا شبح لي واكتر من اخي اللي عم تحكي مع اخوكي؟ هاتي 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 بدي احكي. هاتي لقطتني امي عم بحكي. هاتي هاتي بدي احكي معه. يا روحي كيفك؟ امي اذا ما اتصلنا انت ما بتتصل ابني؟ امي لا تحكي هيك، انت ما بتعرفي قدي انا مضغوط، بعدين والله كنت ناوي حاكيكم. اه يا مراد، وانا كمان مضغوطة كتير، راكدة على ترتيب العرس يا روحي انت. واجانا ضيوف من برات البلد ليحضروا العرس. ماما نسيت خبرك، انا مالي جاي لحالي على العرس. تمام، رح تجي
تجي مع رفقاتك يعني؟ لا أمي، أنا رح أجي مع رفيقتي، في صبية عم شوفها من فترة، صبية عاقلة وبدي أعرفك عليها. شو عم تقول مراد؟ يعني أنت ما حكيت لي عن هالبنت، شو القصة؟ لأني أنا لسه بمرحلة التعارف معها، وما حبيت خبرك قبل ما أكون متأكد، وتحسبا يعني ما حبيت فرحك وزعلك بعدين. وبتعرفي قصة العين لازم ندير بالنا. الحمد لله والشكر، فرحتني كتير يا ابني. ليك أنت ما عم تضحك علي مراد ما؟ لا أمي، لا أبدا، معقول؟ تمام يا روحي. بس اسمع، إذا قلت لي على آخر لحظة طلع عنده شغل وعنده دكتور وما بعرف ومن هالحكي الفاضي والحجج، ما رح أقتنع أبدا مراد، وقت رح أزعل منك وانقهر. لا أمي لا، ما رح يصير هيك شيء. تمام يا روحي، فرحتني كتير، يلا لا تتأخر، ناطرينك على نار، باي باي. شوفي أمي. لك أخوكي طلع عنده حبيبة ورح يجي على العرس مع حبيبته. إيه بنتي صبية، هو أخيرا. كنت مبلش أسر فيه للزلمة، وصدق أني وحدة مميزة كتير. في وحدة بتسأله شو عامل بآخر الأسبوع، حمارة. استني اهدي شوي، تركيه هو يسألك. رحتي خربتي كل شي، غبية. صح، غصون قالتلي طالما أنا عم أتصرف مع رجال هيك رح يضلوا يعاملوني بهالأسلوب ويهربوا مني، وكل عمري رح ضل وحيدة وبلا رجال. وبتفشخر على مراد وبقول له ما باخذ نصايح من اللي مثلك، مع انه هو كان بده يعلمني. بيكون بالبيت يا ترى؟ وهلا شو الحل؟ ها؟ اللي عندك فكره؟ شو بدنا نعمل بهالقصه؟ مو وقت الكرامه أسيل، لازم تخليه يعلمك القواعد. والله إذا ما زبطت معي ولا قصة رح زد حالي من هون. اهدي شوي. أكيد مليت لحالك بالبيت، تلعب شوي؟ أنت منيحة؟ قليلي صار لك شي؟ لا تواخذيني، والله ما شفتك أحكي كلمة. ياك شبكي سكتتي، احكي خلصيني. فتحي ورجيني، تعي قومي. اوف، ليش بيجي من وراك غير البلا؟ من وراك كان رح يصيبني ارتجاج. يا حياتي صرت متأسف منك 100 مرة، شو بيعرفني انك جاية من هون؟ بعدين انتي كمان الحق عليكي، كان لازم تنبهيني انك جاية لعندي. خلص مراد، خلص بقى، اساسا هاي الليلة من اولا مبينة بتهوي. الدرس كله راح على الفاضي ما؟ يعني بصراحة ما راح كله على الفاضي، بعتقد إنه أثر فيني شوي. بيأثر طبعاً، حتى أنتِ كترتي غلبة وطفشتي منك ما هيك؟ لا أصحك أسيل، لا تقليلي إنه أنتِ اللي عرضتي عليه إنه تطلعوا سوا، لأنه بتكوني غلطتي غلطة عمرك وقتها. ولا لا تكون حاطط لي جهاز تنصت علي. أنتِ برأيك إنه في داعي لهذا الجهاز؟ ما مبين عليكي شو عاملة، شفتك وقت كنتي طالعة على السهرة. كنتي بتاخدي العقل، قمر مصور، يعني بصراحة ما في زلمة بيشوفك إلا ما رح ينهبل فيكي وبلبسك وبجسمك كمان، بس أكيد يعني أنتي عاملتي لك شي شغلة بايخة لحتى طفشتي، أنتي أكيد متغابية. كأنك قلت من شوي قمر مصور وما في زلمة إلا رح ينهبل فيني وبجسمي وقت يشوفني، كأنك عم تجاملني؟ هاي مجاملة ولا شو؟ ما كانت مجاملة، أنا كنت عم أشرح لك الوضع اللي أنتي فيه، يعني لحتى أوصل لك درجة الغباء اللي أنتي واصلتي له. تمام، خلينا نسكر على هالقصة. في قواعد انت حكيت لي عنهم امبارح. ايه انت طولتي لسانك وما سمعتيني، بعدين انا قلت لك لا ترجعي لعندي عم تبكي ما هيك؟ تمام، لنفترض هيك صار، فيك تشرح لي هالقواعد بشو بتفيدني؟ يعني فيك تقلي اياهم مثلا؟ انت بدك وحده مميزه كثير، اللي بقصده وحده تكون ماسك عليها شيء منشان ما تطق لك بري، ومن جهه ثانيه ما تحول هي التمثيليه لعلاقه حب حقيقي. اي اللي حابب تساعدني؟ ايه رح ساعدك، بس عندي شرط واحد، تقبلي تكوني حبيبتي لليلة واحدة؟